السلام عليكم أخواتي إخواني متابعينا الصحة الغذائي. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى بعض المواد المهمة لصحتنا خاصة في فصل البدء، وأهم هذه المواد الطبيعية هي مواد مثلا الفيتامينات، وأهم فيتامين نحتاجه في فصل البدء وهو فيتامين سي أي فيتامين جيم. تعتبر الفيتامينات بشكل عام من أكثر العناصر الضرورية لصحة جسم الإنسان، ولعل أهم هذه الفيتامينات فيتامين سي، حيث إن هذا الفيتامين ضروري جدا لصحة أنسجة الجسم مثل الجلد والعظام والأوتار واللثة، وكذلك الحال بالنسبة للأوعية الدموية. ونعلم أن جسم الإنسان لا ينتج هذا الفيتامين بل يحصل عليه من خلال الفواكه والخضروات. كما أن فيتامين سي أو جيم يعرف بحمض أسكروبيت، وهو مادة غذائية يحتاجها الجسم ليؤدي وظائفه بشكل جيد والمحافظة على صحته. وفيتامين سي ضروري للنمو وصحة الجهاز المناعي، وهو من الفيتامينات التي تذوب في الماء. إذن فما هي فوائد فيتامين سي أو جيم؟ لهذا الفيتامين فوائد عديدة ووظائف لا يستغني عنها جسم الإنسان، فمن وظائفه محاربة نزلات البرد والإنفلونزا والزكام والوقاية، وهو ما نحتاجه في هذا الفصل أي فصل الشتاء. كما أنه يقلل من أضرار التلوث البيئي على جسم الإنسان مثل البنزين والمبيدات الحشرية، النيكوتين، إشعاعات والمعادن الثقيلة. كما أنه يعتبر أي فيتامين سي منتج للكولاجين، والكولاجين هو البروتين الذي يساعد على دعم الأوتار والأربطة والأوعية الدموية والمحافظة على الجلد وغيره، وكذلك مضاد للأكسدة وكذلك مادة غذائية ممتازة لتقوية المناعة. ومن الناحية التجميلية فإن فيتامين سي يعد أفضل صديق للبشرة، فهو يساعد في التخلص من البقع التي تظهر نتيجة التقدم في العمر، حيث إن البشرة كلما زادت عمرا فقدت نسبة من الترطيب والنضارة بسبب فقدانها العديد من العناصر الغذائية التي من أهمها فيتامين سي. لذا ينصح أطباء البشرة بتناوله لمحاربة علامات التقدم في السن وترهلات الجلد والتجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أنه يساعد على تفتيح لون البشرة، وهو كذلك عامل ممتاز في الحفاظ على الوزن ورشاقة الجسم. كذلك فيتامين سي هو الوقاية من العديد من الأمراض، ومن أهمها أمراض القلب وكذلك الأوعية الدموية، زيادة قدرة الجسم على الاندماج والجرع، وكذلك سرعة الشفاء خاصة بعد العمليات الجراحية وعلاج الأسنان. كذلك يعتبر وقاية للجسم من العديد من أنواع السرطانات، التي من أهمها سرطان الرئتين والفم والبلعوم، وكذلك المعدة والبنكرياس والرحم والمثانة والقولون. كذلك الوقاية من خطر الإصابة بمشكلة إعتام عدسة العين، وكذلك تعزيز التئام القرنية، الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وضمان دورة دموية صحيحة في الجسم، تعزيز وتقوية الخصوبة، الحفاظ على صحة كل من الأم والجنين وتعزيز نموه خلال فترة الحمل. كذلك المساعدة في عملية التنفس خاصة لدى أشخاص غير مدخنين وفي حالات التهاب القصبة الهوائية والربو، وكذلك إصابات الأوعية الدموية الدماغية، تعزيز كذلك قوة الجهاز المناعي في الجسم ووقايته من الأمراض المختلفة، مساعدة الجسم على التأقلم مع كافة أنواع الإجهاد، تحسين صحة الجلد وخاصة في حالات الإصابة بحب الشباب، تخفيف ردود الفئة الجسم خاصة إذا إصابة الحساسية، الوقاية من أمراض تصلب الشرايين، كذلك تعزيز وتقوية عملية امتصاص الحديد في الجسم لمحاربة فقر الطبع، المحافظة على الكولاجين والإسهام في تشكيله، ضبط مستويات الكوليسترول في الدم، إفراز هرمونات مضادة للإجهاد النفسي، مكافحة الإرهاق وتقليل فرصة الإصابة بالسرطان وتخفيف من أعراض نزلات البرد، وحماية الذاكرة والقدرة على التفكير مع التقدم في العمر، وتعزيز جهاز المناعة وتحسين امتصاص الحديد والتقليل من مستوى حمض اليوريك في الدم. ونعرف أن عندما يطفي مستوى حمض اليوريك في الدم فإن نصاب بمرض
نقرس وهو لابد بالفرنسية، وكذلك محاربة عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ومقاومة ارتفاع ضغط الدم والتقليل من خطر الأمراض المزمنة. الآن كيف يمكن الحصول على فيتامين سي؟ يمكن الحصول على فيتامين سي من طريقتين، أولا عن طريق الخضروات والفواكه وخاصة الحمضيات مثل البرتقال والليمون الأخضر الكيوي. ثانيا يمكن الحصول على فيتامين سي عن طريق المكملات الغذائية التي تأتي على شكل أقراص تذوب في الماء أو الكبسولات تباع في الصيدليات، ولكن يجب أخذ الحذر لأنه لا يجب الإفراط في هذه الأقراص لأنه ربما تأتينا بسلبيات أكثر من الإيجابيات. ويحذر الأطباء من الإفراط في تناول الفيتامين سي وهو أمر غير مشاع عادة، ولكنه يظل أمرا ممكنا حيث أن كثرة تناوله تؤدي إلى مشاكل في الجسم من الإسهال والغثيان وتقلصات المعدة. سأذكر بعض المواد الغذائية مرتبة حسب تركيز فيتامين سي فيها، مثلا الكيوي 300 ملغرام، البقدونس المدنوس 170 ملغرام، الفلفل فهو كذلك غني بفيتامين سي يحتوي على تقريبا 120 ملغرام، البروكلي 75 ملغرام، الحمضيات من البرتقال والليمون والحامض 50 ملغرام، المانجا 45 ملغرام، الملفوف 45 ملغرام، السبانخ 26 ملغرام، الطماطم 24 ملغرام، كذلك الأناناس 20، الأفوكادو 20، البازيلا أي جلبان 15 ملغرام، الخس 13 ملغرام، الموز 12 ملغرام، المشمس المجفف 12، والتوت 12 ملغرام، والبطيخ 10 ملغرام. هذه بعض المواد الغذائية التي تحتوي على تركيز جيد من فيتامين سي. الآن ما هي أعراض نقص فيتامين سي في الجسم؟ يؤدي نقص هذا الفيتامين في الجسم إلى ظهور نزيف اللثة وتخلخل الأسنان والألم في كل من العضلات المفصلة، وحدوث ضعف عام في الجسم والإصابة بالعصبية، وحدوث نزيف في الأنف وظهور كدمات واضحة خاصة عند الارتطام وتأخر التئام الجروح، وهبوط واضح في مناعة الجسم والإرهاق والشعور بالتعب بشكل ملحوظ عند أدنى مجهود بدني، الآلام المفاصل، التهاب اللثة، تشقق الجلد، تجاعد الشعر وتقصفه. ترجو الإشارة إلى أن فيتامين سي يعتبر من الفيتامينات الشديدة الحساسية لكل من الهواء والحرارة والضوء، وبالتالي فإن طبخ هذه الأطعمة يؤدي إلى فقدان ما يقارب من 10% حتى 60% من محتوى هذا الفيتامين. كذلك ينصح بتناول الفاكهة خلال نصف ساعة من تقطيعها. أكثر الفئات التي تعاني من نقص فيتامين سي هم المدخنين والأشخاص المعرضين لتدخين التناول السلبي، وذلك لأن التدخين يقلل من امتصاص الفيتامين، لذا فإن المدخنين لديهم مخاطر أكبر من نقص فيتامين سي. وتحتاج هذه الفئة من الأشخاص إلى تقريبا 35 ملغرام يوميا من فيتامين سي. هناك العديد من الأشخاص الذين يحتاجون لكمية أكبر من مصادر فيتامين سي مقارنة مع غيرهم، مثلا المرأة الحامل والمرأة المرضع والمدخنين، وكذلك الأشخاص المقبلين على العمليات الجراحية وضحايا الحروب. لذلك فمن النصائح كذلك أن فيتامين سي الجسم لا يقوم بتخزينه إذا استهلكنا منه كمية كبيرة، فإن الجسم يأخذ ما يكفيه من فيتامين سي لذلك اليوم ويطرح الباقي خارج الجسم. لذلك مثلا إذا قلنا باستهلاك البرتقال فعلينا أن نستهلك فقط برتقال أو برتقال في اليوم، ثم في اليوم التالي برتقال أو برتقالتين، ولا ينصح باستهلاك كمية كبيرة برتقال في اليوم لأن البقية من الفيتامين سي فإنها ستطرح فقط خارج الجسم. وحتى لا أطيل عليكم أشكركم على المتابعة وأتمنى لكم الصحة والعافية، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله.